شكرا شكرا على الحضور ديالكم وشكرا على الثقة اللي تضعات فيا كرئيس الفريق. وكنتمنى ان شاء الله ان هاد السنة تكون هي سنة العودة، وسورتو كانت واحد السنة صعيبة اللي هي كانت فيها سنة تصفيات الديون، السنة ديال إعادة النظر في حسابات الفريق في التنظيم التسييري ديالو. اول فريق في القسم الوطني الثاني اللي غادي يولي شركه اليوم، الناس ولات شركه كاغلبيه الفرق القسم الوطني الاول. هذه سنه كانت صعيبه لحيت كانوا عندنا جوج مراحل، اولا مرحله ديال الصعود، وثانيا مرحله ديال تصفيه الديونات اللي كانت كتتراكم سنه على سنه مده اكثر من 12 سنه ولا 13 سنه، هما الديونات كتتراكم على الفريق. حتى هذه السنه الحمد لله تمكننا ان نخرجوا بسلام، حاليا في المرتبه الاولى في القسم الوطني الثاني. وكاينه ان شاء الله الرغبه من جميع السلطات المحليه ولا المكتب ان الفريق المغربي الفاسي يصعد بواحد يعني بواحد الفريق اللي هو من ناحيه الحسابات اللي واضحه، يعني بالاهداف ديالو واضحه، وفي المستوى ديال المنتظرات ديال الجماهير ديالنا الغفيره ديال مدينه فاس. اذا اونتر هاد المسائل هاد يعني كاع هاد المشاكل اللي عشنا هاد السنه، الحمد لله نقدروا نقولوا بان تجاوزنا واحد المرحله صعيبه. كاين اولا كنرجع لواحد الموضوع اللي كان هو اللي لاحظناه، كان دار يعني الجميع الاخبار ديال فريق المغرب الفاسي، هو المشكل ديال لاسينيسيس اللي هو واحد المشكل اللي متعلق بفريق المغرب الفاسي مده من سنه 1972. لهذه السنه اليوم تمكننا اننا نلقاو حل مع لاسينيسيس اللي كان هو واحد الكوشمار اللي كان كل سنه كيرجع للفريق. لهذا العام الحمد لله تمكننا اننا نحلوا المشكل اون فوا بور توت. باقي المشاكل ديال اللاعبين اللي كانوا لليتيج في الجامعه تخلصت اكثر من 9 مليون ديال الدرهم. على الفريق باش طبعا باش يصعد كيخصنا نجلبوا لاعبين اللي يكونوا في المستوى العالي. لاحظنا امثال عصام الراقي، عبد العظيم خضروف، امين بورقادي، المدرب منير الجعواني، انس عزيم، يعني هما كانوا لاعبين اللي جبناهم انهم يعطيو تجربه. وطبعا الرغبه للصعود القسم الوطني الاول. اليوم مازالين 8 المقابلات قدامنا، القسم الثاني مازال ما تلعبش، مازالين 8 المباريات ومباريات صعاب، واللي غيكونوا في شهر الصيف وشهر ساخن. ولكن حنا الثقه ديالنا في سيمونير الجعواني اللي قام بواحد العمل كبير، والخير مازال ان شاء الله كنتظروه لقدام. غيكونوا انتدابات مهمه لحيت فريق كبير بحال المغرب الفاسي خصو لاعبين كبار. اذا بغيت نخلي المفاجاه باغ لا سويت، ولكن الحمد لله احنا متفائلين وفرحانين بما حققوا المكتب المسير ديال فريق المغرب الفاسي هذه السنه. شخصيا انا كرئيس بخديته بواحد الفرحه كبيره، حتى طبعا دار واحد المجهودات كبيره لا معنويه لا ماديه باش ان الفريق يحقق الصعود. وما نبغيش ان غدا نقولوا فريق المغرب الفاسي حقق الصعود ب 22 مقابله على ود كورونا ولا على ود ولا على ود. اذا احنا فرحانين ان الفريق المغرب الفاسي ان شاء الله الى حقق الصعود بعد 30 مباراه غادي تكون صعود كامل ومكمول، وغادي تعطينا ان شاء الله قوه اننا نقدروا السنه المقبله نستعدوا للقسم الوطني الاول بكامل الاستعداد. الجامعه الملكيه وفرت يعني المده كافيه باش نسترجعوا الملاعب، ومده كافيه لاستعداد القسم الوطني الاول السنه المقبله ان شاء الله. اذا وحنا اي قرار كنحترموا العمل اللي قامت به الجامعه الملكيه هذه السنه. كانت واحد اليوم تاريخي في مدينه فاس هذه السنه، هو افتتاح ملعب الحسن الثاني لواحد المجهودات اللي تقامت بين السلطات المحليه والجامعه الملكيه لكره القدم، واحد المجهود كبير ان ذاك الملعب يرجع الوجود. كنعرفوا بان الملعب الكبير في فاس موجود، اذا ما كانش يعني واحد الضروره افتتاح ملعب الحسن الثاني، لكن الجامعه الملكيه لكره القدم
والبلديه ديال مدينه فاس حملوا واحد المجهود كبير انه يرجعوا داك التاريخ وان يرجعوا ديك الفرحه اللي كانت تكون في داك الملعب التاريخي اللي الحمد لله جاوا فيه دي ريزولتا مزيانين للفريق. ولكن هذاك الملعب غادي يبقى ملعب ثانوي وحنا العوده ديال الفريق المغربي الفاسي حتى هذه السنه ان شاء الله غادي تكون في الملعب الكبير ديال مدينه فاس بالجماهير ديالو. كنعرفوا فريق كبير بحال الفريق المغربي الفاسي ماشي ديال 5000 او 6000 ديال الجماهير بل ان شاء الله كنتظروا ان 20 و 30000 ديال الجماهير الفاسيه غادي تجي تساندنا ان شاء الله في السنه المقبله رفقه الفروق الكبار في القسم الوطني الاول. وهذه هي النجاح ديال الفريق ديال المغرب الفاسي والجماهير ديالو المحبين ديالو اللي هما كبار وباغمي لي بلو غون كلوب من ناحيه الجماهير. اذا كنشوفوا واحد يعني واحد الرغبه ديجا بدات كترجع في المدينه ديال الاستعداد لاستقبال الفريق كالوداد كالرجاء كالجيش. اذا متفائلين الحمد لله وكنشكو واخا كانت هذه السنه صعيبه اللي حتى ما كانش عندنا الملاعب وهذا وهذا اذا كانت كلهم هادو عراقيل اللي وقعوا لنا هذه السنه ولكن الحمد لله تجاوزنا هذا الشيء كله. اليوم كنتواجدوا في المرتبه الاولى كنتمناو نبقاو في هذه المرتبه حتى الدوره 30. اذا هنيئا لكل المتدخلين في هذه السنه اللي كانت سنه صعيبه وكنعرفوا بان لاطو ديال الفريق المغربي الفاسي هو الجماهير ديالو وهو كيف كنقولوا الدوزيام جوار. اذا الفريق المغربي الفاسي الحمد لله لقى لي يعني واخا ما كانوش بعد المرات معنا في الملعب ولكن قلبهم كان معنا واللاعبين لاحظوها وعرفوا الضغط اللي عليهم الجماهير ديالهم واستجبوا على الرغبه ديال الجماهير. ولكن كان الافضل غيكون ان شاء الله في القسم الوطني الاول. هذا سنه كانت غير ترانزيسيون اللي ما للاسف كفريق المغرب الفاسي اربع سنوات هو يعني ما كيحققش الصعود هذه السنه ديالنا. ولكن اللي نقدر نوعد الجماهير الكرام ديال الفريق المغرب الفاسي هو هذه السنه كانت فيها واحد السنه ديال تصفيه الديون، كانت فيها سنه ديال اعاده المركب ديال فاس، كانت فيها افتتاح الملعب الحسن الثاني بيان سور افتتاح لو ماستوغ، تصفيه الديونات القادمه، تصفيه المشاكل ديال لاسينيسيس، يعني اعاده التنظيم في الاداره. اذا كانوا بزاف ديال الحوايج اللي داروا باش ان الفريق يكون قادر يصعد. ولكن الاهم اللي مهم على الصعود هو استمراريه في القسم الوطني الاول باش فرقه كتقدر تستمر في القسم الوطني الاول. يعني لازم تكون مصفيه الديون ديالها، تكون عندها لاعبين كبار اللي غيقدروا يواجهوا ويلعبوا عاوتاني اوتوماتيكمون على لي بروميير بلاس في القسم الوطني الاول. هذا واقع لازم حنا اننا نتفهموا هذه الوضعيه. لحد فريق المغرب الفاسي فريق كبير من اكبر الفرق ديال المغرب، اذا حنا مستعدين اننا نحققوا الصعود ومستعدين ايضا اننا نواجهوا كاع المصاريف اللي غيكونوا ان شاء الله في القسم الوطني الاول. طبعا اللي كيمثل الفريق ديالو هما الجماهير ديالو. الفريق كبير كالفريق المغربي الفاسي بمساعده ديال الجمهور ديالنا لازم اننا نلعبوا مينيموم من بلاس افريكان. الفريق المغربي الفاسي كان عنده الامكانيات الكامله انه يلعب على لي بروميير بلاس العام الجاي، ولكن ما نسبقوش الاحداث، نحققوا اولا الصعود ومن بعد نتكلموا على القسم الوطني الاول. طبعا انا كنقولها وغنعاودها ان القسم فريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الاول غادي يلعب على البطوله الوطنيه، ما غاديش يلعب على لي بلاص افريكان. كنقولها وكنعاودها لحيت هذا واقع وما عندناش اللي غنخبعوها، هذا واقع. حنا داير ان شاء الله اون تران دو فواغ شي انتدابات مهمه اللي غادي يكونوا لاعبين اللي كيمارسوا في البطوله الوطنيه الاحترافيه ولكن لاعبين من افضل لاعبين القسم الوطني الاول. مستعدين اننا نستثمروا لحيت اليوم الشركه الفريق المغربي الفاسي ولا شركه انه غيكون استثمار مهم عاوتاني اكبر من اللي كان هذه السنه باش اننا نتجاوزوا كاع العراقيل ولا كاع المفاجات اللي نقدروا نواجهوا. قسم فاروق القسم الوطني الاول ما عاوتاني سي دي زوتر كالكول، فروق كبار، فروق عندهم رغبه. اذا حنا خصنا نكونوا مستعدين ونواجهوا الواقع ونقولوا بان فريق المغرب الفاسي لازم انه يحتل المراتب الاولى فريق في القسم الوطني الاول السنه المقبله. هذا الشيء بيان سور نتمنوا ان الصعود يتحقق. اليوم ما غنسبقوش الاحداث، مثلا 8 المباريات قدامنا، ولكن عندي الثقه الكامله في اللاعبين ديالي وعندي الثقه الكامله في المدرب ديالنا
ونحن وراءه كنكتب غادي نساندو ان هذا الفريق يحقق الصعود ونرجعوا المدينه وتكون واحد الفرحه كبيره واحد الاحتفال كبير في مدينه فاس لواحد الجماهير اللي للاسف عانوا بزاف. مع لاحظنا بعد مباراه تشيرا السنه الماضيه يعني انا مني ومن كاع الجماهير كانت واحد الصدمه كبيره لجميع الجماهير. اذا نتمنوا ان ديك الصدمه ديال السنه الماضيه تولي تترانسفورما الفرحه والمدينه والجماهير اللي كانوا وراءنا في جميع لي ديبلاسمون واللي مستعدين انه ان شاء الله يعمروا كاع لو غون ستاد ديال فاس العام الجاي بفضل النتائج اللي غادي نحققوها ان شاء الله. وهو طبعا شوف اعداء النجاح راهم كاينين موجودين تبارك الله. انا لاحظنا عراقيل كبيره تاع عراقيل كانت عندي تداخل المكتب وعراقيل مشاكل يعني كانوا ناس اللي ما بغاوش يتادابطاو لان نوفو سيستيم ان سيستيم سيريو ان سيستيم اورغانيزي اللي كنا هادشي كلشي استعدادا للرجوع الفريق الى شركه. اذا هاد الناس هادو كانت عندهم فريق المغرب الفاسي كما فيها المداخل فيها انا جو نو رونتر با دون هاد لي بيتي ديتاي باسكو انا كبير على هادشي. اليوم الهدف ديالي راه باين بيان سور لي كونط راهم باينين التقرير المالي باين التقرير الادبي راه يكون واضح في الجمع العام. اذا الحمد لله الشفافيه كاينه لا ترونسبارونس يعني اونتيير. اذا شي ناس اللي ما كانوش كيخدموا في لا ترونسبارونس سي نورمال غادي تجيهم مفاجاه ان السيستم تبدل. ولكن هذاك السيستم اللي كان قديم ما بقاش عنده اليوم المكانه ديالو داخل فريق المغرب الفاسي. اذا هاد الناس هادو حنا القطار غادي يسير وراهم غيبقاو كينبحوا بوحدهم. اليوم واجهت وداروا لنا المشاكل كبار خلقوا اعداء داخل بزاف ديال الفروق المغربيه كان عندهم المغرب الفاسي كعدو وكهذا. اذا اليوم كانت بزاف ديال الجهود ان نرجعوا العلاقات لا مع الجامعه لا مع الفروق لا مع اللاعبين لا بزاف ديال المسائل اللي كانوا اللي داروا هذه السنه باش ان الفريق المغرب الفاسي يترجع له القيمه ديالو ترجع له السميه ديالو داخل المجتمع واخيرا انه يكون فريق بدون ديون بدون مشاكل تصفيه ديال يعني تنظيم في الاداره تنظيم في التسيير. اذا كانت واحد المجهودات كبيره يعني عانينا بزاف ولكن هاد الاعداء هادو نقدر نقول لك بانهم اللي كيجعلونا ان عاوتاني ديما نبقاو نعطيو اكثر. ولكن اليوم الامور توضحت الفريق المغربي الفاسي الانزاجات اللي تحققوا هذا العام راهم واضحين الامور راهي واضحه. السنه الماضيه اللي دازت كنت داخل المكتب كنت نشوف شي حوايج ولكن ما كانش عندنا القدره اننا ندخلوا اننا نتصرفوا. هاد السنه اتخذنا قرار اننا ناخذوا الرئاسه اونتيغمون باش نوضحوا الصوره ونرجعوا الفريق المغربي الفاسي للطريق الصحيح. وكان أكد بان اللي بهذه الطريقه هذه باش كيتمشى الفريق المغربي الفاسي هي باش غادي تبقى تسير من هنا مده 10 سنوات لحت. هذه طريقه تسير معقوله واضحه دون ترونسبارونس توتال. وكنتمنى بان الناس اللي كيفهموا واللي كيعرفوا عارفين بان العالم اللي قام به المكتب المسير هذه السنه ما عمره كان في الماضي. ونقولها ونتحدى اي واحد كيدير لو كونتخيغ. الحمد لله حققنا بزاف ومازال مازال الخير القدام. تسير راه هو كله بحال تسير شركات او تسير فروق او هذا لازم تكون النيه صافيه ويكون لو سيريو ولو سيريو والنيه صافيه هي اللي عطات ان الفريق اليوم متواجد في المرتبه الاولى. والحمد لله على كل اللي ساندنا لا من ناحيه البوزيتيف ولا من النيجاتيف. طبعا هذوك الاعداء النجاح راهم تما كيعطيونا واحد الاغلاط وكيعطيونا المسائل يعني الاشياء اللي ما كنشوفوهمش. ولكن اليوم ما بقاتش البلاصه عندهم مالوريزمون. اليوم الفريق المغربي الفاسي ولا شركه ولا تسير بواحد الطريقه عصريه. اذا غادي تكون كيف تكلمنا غيكون ان سونتر دو فورماسيون اللي كي فا كومونسي ا برودوير لي جوور. وبغيت نرجع للمساله ديال السونتر دو فورماسيون اللي حيت ضمن هاد الاعداء النجاح تيتكلموا الناس على وعودات على بناء سونتر دو فورماسيون.
اذا كانوا عراقيل طبعا في الشراء واقتناء الارض ديال سونتر دو فورماسيون. ولكن نرجعوا انني انا كرئيس دخلت على واحد التقرير مالي اللي كان هو شيء ما لا باس به، ولكن عندما دخلت الارض الواقع ولقيت هذا لقيت داكشي كارثي. كاين بزاف ديال المسائل اللي كانوا ما شرناش لهم في التقرير المالي ديال 2019. اذا الحمد لله داكشي تجاوزناه، ونجينا انا ماشي هنا باش نصحح الاغلاط السيريه ديال الرؤساء القدام، كنشكروهم طيور على المجهودات اللي قاموا بها، ولكن اليوم التسيير تبدل، التسيير تبدلت، الطريقه ديال التسيير تبدلت، النظره والصوره اللي بغينا نعطيو للفريق المغربي الفاسي ماشي هي اللي كانت، بغينا نعطيو صوره جديده، ولكن كانت واحد الاعاده وكانت واحد الانسوفتاج، باسكو الفريق المغربي الفاسي بهاد الديونات اللي كانوا عنده هاد السنه، كل ما جاش شخص اللي غادي يستثمر ويغمض وانه يقول لازم نمشيو بالقدام بالفريق، كون راه كانوا غيكونوا يعني يعني لي كونسيكونس كبار. وكنلاحظوا اليوم فروق كبيره كالنادي المكناسي كالراسين كبزاف ديال الفروق اللي اليوم راهم كيتواجدوا في مراتب اللي اليوم كيخرجوا. اذا فريق المغرب الفاسي الحمد لله لقى واحد المكتب اللي جا واعتق الموقف ومشى لقدام وخلى لو باسي ديغيغ، والحمد لله حنا كنشوفوا الناس ديال حنا الناس ديال الغدا وديال المستقبل. اذا المستقبل ان شاء الله غادي يكون مزدهر، وهاد الاعداء النجاح كنعرض عليهم انهم ديما يبقاو، حتى الحمد لله ولينا دابا اليوم يعني الاشتغال معاهم ولا كيكون كنكته، حيت يعني الامباكت ديالهم ديفوني كون بحال شي حاجه اللي هي ما بقاتش كتاثر علينا. اليوم لو تران ديال الماس الى ديماغي وهو غادي نحو الالقاب ونحو انتصارات ان شاء الله، ومن اول ان شاء الله يعني الالقاب اللي غادي يدي الفريق المغربي الفاسي هو الصعود، اللي غنتمنى ان شاء الله ان افون لا فان لا 30 جورني يكون حققنا احنا الصعود، باش نشتغلوا تابعنا واحد العمل كبير للاشتغال في يعني في اللاعبين اللي غيلعبوا في القسم الوطني الاول، يعني في تغيير الهيكله تغيير التنظيم. اذا هاد لا ترانزيسيون دازت باش في الدوزيام ديفيزيون باش تصفيه باش صفينا الديونات وباش حقنا الصعود، ولكن العام الجاي غادي يبدا العمل الصحيح، العمل نحو الفريق اللي غادي يلعب على لي كوب دافريك، غادي يلعب على الكاس العرش، غادي يلعب على لي تيتر، ولما لا تحقيق البطوله الاحترافيه السنه المقبله. هذا واقع دايوغ الكوديم واحد العام راه كانت طلعت من الدوزيام ديفيزيون دات البطوله، مي بون فخيا في لا شوت. اذا ولكن حنا ما نحلموش بزاف، اليوم غنلعبوا على اليوم كنلعبوا على الصعود، ونبقاو في الكلمه ديالنا حنا متواجدين في القسم الوطني الثاني، اذا نحققوا الصعود ونتكلموا على المراحل الاخرى في الوقت ديالها ان شاء الله. هي طبعا شوف خاصنا نعرفوا واحد المساله، هي رياضه كره القدم ونرجعوا للواقع مساله ماديه اولا قبل كل شيء. نحن هذا استثمار، هذه اليوم هذه استثمار كبير اللي دار في الفريق اللي ان شاء الله غيبدا يعطي لي فروي ديالو دون 3-4 جوسكا 5 ان. اذا هذا الاستثمار دار، المجهودات تخلصات، الناس اللي تخلصوا اللي كانوا شي حوايج اللي ما يقدروش يتسناو، اذا كان لازم يجي شي واحد اللي مستعد يستثمر من هنا ويبقى مستمر هذا الاستثمار. اللي حتى كنلاحظوا فروق في اليوم فريق كبار بحال دابا فريق في انجلترا، كنلاحظوا فروق اللي هي غاديه مزيان وغاديه ولكن ما كتعطيش النتائج. وانا كنبغي نرجع واحد المثال ديال فريقي المفضل في انجلترا، فريق تشيلسي، اللي كاين الوقت اللي كيحتاجوا انسان اللي غادي يجي لجلب اللاعبين ولا انه يعاون الفريق في مراحل اللي صعيبه. حتى شي فريق ما مدخل في البلانينغ ديالو كورونا مثلا. اذا ولكن اليوم لقات واحد الرئيس اللي الحمد لله في الشهر الاول ديال كورونا والشهر الثاني ديال كورونا ساعد جبدنا يعني من عندنا من رزقنا وهزينا وخلصنا اللاعبين، باش تبقى واحد يعني واحد الحيويه، واحد الاقبال، واحد يعني واحد البريباراسيون ديال هاد لا روبريز. هاد لا روبريز اليوم كاينه، لكن اللاعبين سون تري موتيفي الحمد لله. لي تيست كورونا خرجوا كلهم نيجاتيف، كي ان افونتاج بور لو ماس اللي قدرنا نسترجعوا. هذا كنشكر دايوغ وزاره الشباب والرياضه اللي ساندتنا ان عطاتنا الملعب فين تريني وكازون ناتوريل في لانيكس ديال الكرون ستاد. اذا كانت واحد المساعده، واحد الاهتمام، واحد المجهود كبير اللي دار باش نبريباريو العوده.
هذه عوده صعيبه. هذه اول ما عمرها كانت في قبل. انا اللاعبين غيتوقفوا 3 شهور وغادي لازم يرجعوا للملاعب ولازم يواجهوا 8 ديال المباريات اللي كاينين. بعض اللاعبين اللي اعتقدوا بان المباراه ما غيكونوش, كاينين اللي اعتقدوا ان الفريق ديجا في البريمير ديفيزيون. ولكن طبعا كان, ولكن كان خصنا نبقى نفوكاليزين على 8 ديال المباريات ديالنا اللي باقين ونحقوا الصعود ب 30 مقابله. هذا الحمد لله الجامعة عملت مجهود كبير باش ترجع الحياة الى 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 الى, إلى, إلى حياة طبيعية, والحياة الطبيعية كيكون معها كرة القدم. اذا الحمد لله على هذه العودة, ونتمنى ان هذه الثمانية المباراة يدوزوا يعني بواحد النشاطية, بواحد السهولة في لا بريباراسيون اللي غادي نعطيو للاعبين ديالنا في هذه الاسبوعين المقبله. كاينه غتكون واحد الكونسنتراسيون في مدينه اكادير اللي غادي نمشيو ان شاء الله لي جوور ا بارتير دو 7 جويي باش يرجعوا نهار 17 اللي هي 11 اليوم في مدينه اكادير باش اللاعبين حتى هما يسترجعوا اللياقه البدنيه ديالهم. وكنتمنى ان الثمانيه ديال المباريات نحققوا ضمنهم الصعود ونستعدوا استعداد كبير اللي كنتظرنا الى حققنا الصعود. انا هي الكلمه اللي كنرجع لها, كل حاجه طبعا كتجيب وقتها. اليوم حنا متواجدين في القسم الوطني الثاني, اللاعبين اللي عندنا الحمد لله قادرين انهم ينافسوا في القسم الوطني الاول. ولكن اليوم حنا ما كنتكلموش على اللاعبين, اليوم كنتكلموا على 8 المباريات كيفاش غنواجههم ونبريباريو هاد اللاعبين ديالنا اللي عندنا الان. والى ان شاء الله في الوقت في شهر 9 حققنا الصعود, سوف نتكلمون على لاعبين. كاينين تكلمنا مع بعض اللاعبين, لاعبين كبار ما غنقول ندخلش في لي نون, مي سيف دي فريمون نسميات كبار اللي بغينا نجيبوهم للمصر. ولكن ما يمكنناش ان لاعب نتكلم معاه وانا مازال ما عارفش. هذه كرة القدم والنتائج, الكرة راه مدورة تقدر تمشي لأي اتجاه. إذا ما حدنا ما حققناش رسميا ماتيماتيكمون الصعود, ما نقدرش نتكلم لا على لاعبين لا على انتدابات. اليوم حنا مكونسونترين على لي 8 ماتش كي غيست, وهاد لي 8 ماتش بغينا ندوزهم في أحسن حالات إن شاء الله. علاش لا ما نحققوش انتصار في 8 الماتشات, ولكن اليوم ما عندناش الوقت أن نتكلموا على السنة المقبلة ولا على نضمنوا الصعود ولا على هذا ولا على هذا. اذا اليوم حنا مفوكاليزين على لي 8 ماتش اللي بقاو, وان شاء الله غادي يكونوا, كنواعد الجماهير الكريم بان غيكونوا انتدابات مهمه ولاعبين كبار اللي غادي يجيو اللي غادي يحملوا ولكل لهم الشرف دايوغ حتى هما انهم يحملوا القميص ديال الفريق المغربي الفاسي. الفريق المغربي الفاسي لازم الواحد اللاعب اللي كان واخا يكون في البريمير ديفيزيون هذا فريق بغينا ولا كان من التاريخ ديالو يشهد انه من اكبر فرق المغرب. ونتمنى ان اللاعب اللي غادي يجي للمغرب الفاسي يعرف المسؤوليه ديال ذاك القميص, ويعرف المسؤوليه ديال دوك الجماهير اللي وراء ذاك القميص ودوك الناس اللي كيتعذبوا ويمشيو للمدن ويمشيو للعيون ويمشيو يتبعونا للمدن كلها في المغرب جميع انحاء المغرب كانوا دائما وراء الفريق ديالهم. اذا هذا ميساج للفيتور جوار اللي غادي يجيو للمغرب الفاسي انهم يعرفوا بان راهم ما غاديش يجيو الفريق اللي الله حقق الصعود, غادي يجيو فريق كبير وفريق اللي راه هو في المكانه الطبيعيه ديالو هو في القسم الوطني الاول. في الفوز بالتشامبيونز ليغ الافريقيه ان شاء الله, هذا هو الحلم ديالي ان شاء الله. ده طبعا عندنا الكاس الكاف وعندنا لا سوبر كوب, مي جو بونس كو الماس فا جوي بور لا ليغ دي شامبيون وبطوله الاحترافيه اللي غابت على الخزينه فريق المغرب الفاسي مده طويله. اذا وحنا كنلاحظوا بان الفريق كان كيتلخر النتائج كي ما كيبقاوش يمشيو في الاتجاه ديالو, واخا بعض المرات كيتواجد مراكز متقدمه من بعد كيتماطل. وكانوا هادو نقدر نقول لك كانوا اخطاء سيريه, نقدر نقول لك كانت من الرغبه ما كانتش, ولكن اليوم الرغبه كاينه واليوم غنربوا الرغبه مستمره وغادي تكون حتى الدوره 30 لا في القسم الثاني لا في القسم الاول لا في جميع يعني السنين المقبله اللي كاينه عند الفريق المغربي الفاسي. الحمد لله عندنا كاع الامكانيات. اذا ما كنشوفش حتى شي سبب علاش الفريق المغربي الفاسي ما غيلعبش على لا ليغ دي شامبيون ولا ما غيلعبش على البطوله الاحترافيه, ما كاينش حتى شي سبب علاش. الهدف ديالي واضح, انا بغيت نرجع فريق المغرب الفاسي من افضل الفرق في المغرب. كل سنه نلعبوا على كاس افريقيا وكل سنه نلعبوا على الالقاب.
والخزينه ديال الفريق المغربي الفاسي من 2011 كي ايتي اون اني بحال اون اني ما جو فو انا ما باغيش ندخل في لي ديتاي مي كان واحد شبه بركان يدور داخل الفريق في سنه 2011 و12 اللي الى اكسبلوزي في 2014 اللي حققت هذا. اذا كانت اخطاء سيريه وكانت بزاف ديال يعني ديال المتدخلين غير صالحين في ذاك الوقت، ولكن اليوم شدينا زمام الامور، ما بقاتش المكانه لاي واحد اللي غادي يجي اليوم ويدخل لنا الثقافه باش كانت كتسير الفريق المغربي الفاسي. الامور راها واضحه، ما عندنا لاش ندخلوا عاد في لي ديتاي. اذا الحلم ديالنا ان شاء الله هو تحقيق كؤوس افريقيه ونكونوا من افضل الفرق في المغرب، اللي هو يعني واحد الرغبه عاديه لفريق كبير كالمغرب الفاسي. لا يوجد اي نزاع بين فريق الوداد وبين فريق المغرب الفاسي، كانت واحد اتفاقيه دارت مع رئيس فريق الوداد السنه اللي دازت. بون سي فري كو اون ا با روسو شنو كنا كنتهضروا، لكن حشومه فريق عريق كان المغرب الفاسي يبقى يتكلم على لاعب واحد. فريق المغرب الفاسي سي اون ايكول دو فورماسيون، مدينه يعني اللي تقدر تجلب 30 حتى 40 لاعب في السنه، ولانه يكونوا ماشي غير بن شرقي واحد، يكونوا 20 ولا 30 اللاعبين اللي الماسك تاخذ البريم دو فورماسيون ديالهم. اذا هذا الدوسي ديال الدوسي بن شرقي بخيك يعني كيبين يعني الضعف ديال التكوين ديال هاد العشرات السنوات اللي كان، يعني الفريق كله كعارف فريق المغرب الفاسي يتكلم غير على لاعب واحد. مفعوط اللي يكون نقولوا علاش لا فورماسيون ما كايناش، علاش ما يكونوش بن شرقي فوا 10 ولا فوا 20 ويكونوا لاعبين اخرين. اذا كانوا قرارات، ولا كانوا قرارات ان لا فورماسيون ما تعطاهاش اهميه وتعطى اهميه اكثر للفريق الاول. هادو قرارات ديال الرؤساء اللي كانوا، ما هذاك قرار ديالهم وهما حرين في القرارات ديالهم. ولكن كنظن بان اليوم كنلاحظوا مع المجيء ديال الحاج عبد الرحمن السليماني في على تيت دو سونتر دو فورماسيون، افيك لا كونستركسيون بيان سور كي با ديبيتي ديال سونتر دو فورماسيون في السنه المقبله، وهذاك لا سونتر دو فورماسيون ما تحققش البناء ولا الاقتناء الارض هذه السنه، اللي شنا في شهر 6 ماشي هو اللي لقيناه في شهر 7 و 8، كانوا مشاكل في الحسابات، كانوا ديونات كبيره اللي ما اعتقدناش. اذا هذا هو الجواب بعدا علاش السونتر دو فورماسيون نا با بو اتر اكي هاد السنه. ولكن فريق المغرب الفاسي لازم نكونوا واضحين انها مدينه كبيره، مدينه فاس كاين 2 مليون نسمه، ثاني اكبر مدينه في المغرب، وانها ما كتقدرش فورمي 10 ا 15 جوغ باغون اللي يمشيو للبطولات الوطنيه ولا يمشيو للبطولات الاجنبيه. الماس ما عندوش القدره انه يبيع لاعب الى يبيع لاعبين اوروبا او الخليج. يعني علاش غشي هادشي لي ديتاي، جو ليس المستمعين يجاوبوا راسهم. ولكن حشومه ان فريق المغرب الفاسي بقى يهضر على موضوع بن شرقي، حيت ان شاء الله المغرب فريق المغرب الفاسي ديسي 2 3 زون يفا كومونسي ا فورمي 30 حتى 40 لاعب، حيت كاين واحد لو بوتونسيال كبير. وكنشكر الحاج عبد الرحمن السليماني على العمل اللي قام به هذا العام. دايوغ الفريق المغرب الفاسي كمعلومه اليو هذه السنه تكلاس دوزيام في ليسبوار، اذا ديجا سا سي كيلكو سي اناكي، اذا العمل ديالنا بان وعطى النتيجه ديالو، ولكن هذه غير البدايه. ومازال ان شاء الله لاعبين غادي تخرجهم للفريق المغربي الفاسي، ولكن للممارسه في بطولات اوروبيه، ماشي لاعبين لاعاده البيع ديالهم في بطولات مغربيه ولا هذا. حنا لاعبين الفريق ديالنا لازم تكون اون ترانزيسيون فيغ لوروب، ماشي اون ترانزيسيون فيغ لي كلوب ماروكان كوم كيف عرفنا ايتي لو كاب فور تو لي جوور دايوغ، النمساوي امعنان بن شرقي هذا الفريق الشطيبي، لا ليستي لونغ. ولكن حنا انا ماشي النوع ديال الرئيس لانني نبيع لاعب لفريق الوداد ام الرجاء وغنقولها ونعاودها. الحمد لله عندي الامكانيات، انا كشخص عندي الامكانيات باش يعني نستعد لاننا نواجه هاد الفروق، نواجه المصاريف اللي كيعيشوها فروق في يعني في دي بيريود دو ترانزيسيون. ولكن فريق بن شرقي لا، لو دوسي بن شرقي اي كلوتوري افيك الوداد، حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع فريق الوداد.
طبعا ما خصش تكون العداوه مع اي فريق، اللي واحد الحاجه اللي عرفناها انها كانت كتكرر في الفريق المغرب الفاسي، عداوه مع عداوه. احنا اليوم فريق يعني منظم، فريق عنده اهداف ديالو واضحه وكنشتغلوا بوضوح. اذا لا كلام لاي واحد يجي يدير الزلزله او يدير المشاكل مع علاقاتنا مع فرق اخرى في البطوله ديال القسم الوطني الاول او الثاني. اذا الحمد لله علاقتنا طيبه مع جميع الرؤساء، والحمد لله مع الرئاسه ديالنا رجعت واحد الثقه لا في السلطات المحليه ولا مع الفرق ولا مع الجامعه. اذا الحمد لله عرفوا كو سي دو سيريو، يعرفوا بان الاهداف ديالنا واضحه والهدف ديالنا ان شاء الله غادي يتحقق. لحت النيه هذيك صافيه و لو سيريو الى اي لو سيريو تيرمين بار بي. اذا الامور واضحه، المعقول اللي خدم واللي دار المجهودات وخدم في المعقول والنيه ديالو كانت مزيانه، الحمد لله سيدي ربي راه ما خيبناش وما غيخيبناش ان شاء الله. ونتمناو ان نشوفوا فريق المغرب الفاسي تيلعب على البطوله الاحترافيه السنه المقبله. اولا كنبغي اول الناس واول وحدين اللي بغيت نشكر في هذه السنه هما الجماهير اللي كانوا ديال الفريق، اللي عطاونا واحد الدفعه كبيره وساندونا في واحد الاوقات الصعبه اللي مرات فيها الفريق في الاول ديال السنه مع سي المدرب سي سمير يعيش، وعاونونا وساندونا، ومع مجيء سي منير سهلوا له يعني المجيء ديالو لمدينه فاس. وكنبغي نشكرهم الشكر، وكنقول لهم كونوا وراءنا، تكون عندنا الثقه في اللاعبين ديالنا، وان شاء الله ستبدا الايام الجميله والانتصارات والالقاب ان شاء الله بدايه من السنه المقبله. كنبغي نشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بهم. سي منير الجعواني يعني ما نقدرش نتوقف من الشكر للمجهودات، ويعني لاعب مدرب كان السنه المقبله في الفينال ديال لاكاف وفائز بكاس العرش، واليوم جاء الفريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الثاني، ولكن عرف بالقيمه ديال الفريق وبالرغبه ديال الرئيس اللي هي الالقاب وانتصارات ثم الالقاب وانتصارات. اذا الحمد لله مشى معنا في الخطه ديالنا. كنبغي نشكر جميع المتدخلين داخل وخارج مدينه فاس، السيد الوالي، السيد العمده اللي ساندونا هذا العام وعاونونا ماديا ومعنويا. وكنبغي نشكر مكتب المسير ديالي اللي كان بواحد التفاؤل وكان واحد التفاهم، لان عرفوا الهدف ديالي راه واضح، وعرفوا بان ما كايناش البلاصه ديال المزاح. كانت الهدف واضح والوبجيكتيف ديالي انا خصو يتحقق، وعندما جو سو كان كيادور لي تشالنج، وهاد التشالنج ديال الفريق المغربي الفاسي الحمد لله اليوم توضحت الامور والصوره تبينات. وبغيت نشكر دايوغ حتى اللي قاموا بابداعات ديال الفريق والنشاطيه ديال الفريق. كنلاحظوا دي طابلو ولا دي بانتور باغتو في لا فيل، هذوك الشباب اللي كيفرحوا بالفريق ديالهم كنشكرهم على المجهودات اللي قاموا بهم. اذا هذه بدايه النجاح ديال الفريق. هذه السنه كانت سنه صعبه، ولكن نرجع لواحد المساله ديال اعداء النجاح، لا مكان لهم في فريق المغرب الفاسي. فريق المغرب الفاسي اليوم كبر وغادي نحو يكون اكبر. اذا هاد الناس هادو لازم يتجنبوا فريق المغرب الفاسي، ويخليو يعني المكتب المسير ويشتغل في واحد يعني في واحد المصداقيه، والخير راه مازال قدام. شكرا للجماهير، شكرا لجميع الاشخاص اللي تاقوا فيا هاد السنه باش نترأس الفريق ونعطي الكثير ونعطي يعني اللي في الاستطاعه، ولكن خصنا ضروري نبقاو فوكاليزين. حنا مازالين متواجدين في القسم الوطني الثاني، مازال 8 المقابلات، مازال العمل قدامنا، الخير غيكون قدام، الصعود غادي يتحقق ان شاء الله. وشكرا لجميع المتدخلين خارج المدينه اللي تقاتلوا معنا واللي سافروا معنا واللي كيتسون ديبلاسي
اذا وبغي ايضا نشكر المدرب السي منير الجعواني اللي عندي ليه واحد الشكر خاص اللي جا وجاب البركه ديالو وعطانا المرتبه اللي خصو تواجد فيها فريق المغرب الفاسي.